بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، طلاب ثانوية شركة آفاق التعليمية، نواصل فيما بدأناه الفصل الأول الدرس الثالث، تحليل الوحدات. تحليل إيش؟ تحليل الوحدات. أهداف هذا الدرس تحليل الوحدات للتحويل من وحدة إلى أخرى. تحليل الوحدات للتحويل من وحدة إلى إيش؟ إلى أخرى. ذكرنا يا شباب أن الوحدات، هنالك وحدات أساسية وما يعادلها، وحدات أساسية وما إيش؟ وما يعادلها. زي مثلا إذا كان عندنا وحدة البعد أو الطول أو المسافة، هي عبارة عن إيش؟ هي عبارة عن المتر. هي عبارة عن إيش؟ المتر. يمكن لهذا المتر أن يعادل 100 سنتيمتر، ويمكن لهذا المتر أن يعادل 1/1000 كيلومتر. تمام؟ فيمكن أن نحول من وحدة المتر إلى وحدة الكيلومتر، ويمكن أن نحول من وحدة السنتيمتر إلى وحدة المتر، أي أن نحول من وحدة إلى وحدة أخرى، وهذا ما يسمى بتحليل الوحدات. إذن الهدف الأول تحليل الوحدات للتحويل من وحدة إلى إيش؟ إلى أخرى. اثنين، تقوم الإجابات باستخدام تحليل الوحدات. تقوم الإجابات باستخدام تحليل الوحدات. يعني مثلا إذا كان طلب مننا السرعة، وجدنا أن السرعة تساوي لنا 10 متر لكل ثانية، وكانت المسافة معطاة بالمتر، وكان الزمن معطاة بالسنتيمتر، من خلال هذه الوحدة نثق ونتأكد من أن الإجابة إجابة إيش؟ صحيحة. نتأكد من أن الإجابة إجابة إيش؟ صحيحة. إذن الهدف الثاني أن نقوم الإجابات باستخدام تحليل إيش؟ باستخدام تحليل الوحدات. طيب، يعني إيش تحليل الوحدات كمفهوم؟ تحليل الوحدات قال تستخدم طريقة أو أسلوب تحليل الوحدات للتحقق من وحدات الإجابة الصحيحة، الكلام اللي ذكرناه. وكما يستخدم تحليل الوحدات في إيجاد معامل التحويل. يستخدم تحليل الوحدات في إيش؟ في إيجاد معامل التحويل. يعني إيش معامل التحويل؟ معامل التحويل هو معامل ضرب يساوي واحدا صحيحا. معامل ضرب يساوي إيش؟ واحدا صحيحا. يعني مثلا نقول 1 كيلوغرام يساوي 1000 جرام. 1 كيلوغرام يساوي إيش؟ 1000 جرام. فبالتالي ممكن أن يكون عندي صورتين من صور معامل التحويل. يلا نشوف كيف نستنتج معامل التحويل في هذه الحالة. بما أن 1 كيلوغرام يساوي 1000 جرام، تعالوا نقسم الطرفين. إذن ما هما طرفان بتساوي؟ إذن لما نقسم 1 كيلوغرام على 1000 جرام، الناتج 1. ما هو طرفين متساويان، حاصل قسمة أي طرفين متساويين يعني عدد على نفسه، الناتج بالواحد إيش؟ الصحيح. إذن بما أن 1 كيلوغرام يساوي 1000 جرام، عليه عندما نقسم 1 كيلوغرام على 1000 جرام، الناتج إيش؟ 1 صحيح. أو يحصل العكس. يحصل إيش؟ العكس. بمعنى إنه نقول 1000 جرام تقسيم 1 كيلوغرام، الناتج يعطينا إيش؟ 1 صحيح. الناتج يعطينا إيش؟ 1 صحيح. هنا بناء معامل التحويل. هذا هنا يعتبر معامل تحويل. هذا إيش يا شباب؟ هذا معامل تحويل، كيلوغرام أو 1000 جرام على 1 كيلوغرام، أو نقول 1 كيلوغرام على 1000 جرام. دي هنا يسمى إيش؟ معامل تحويل. معامل إيش؟ معامل التحويل. نعرف يا شباب، لازم نعرف نستنتج معامل التحويل. أعطيك مثال. مثلا نحن بنعرف انه 1 ساعة، 1 hour تساوي ايش؟ تساوي 60 منت. تساوي ايش؟ 60 منت. عليه فان 1 ساعة هي 1 hour على 60 منت، طالما هم بيتساووا، الناتج ايش يا شباب؟
واحد صحيح، الناتج واحد صحيح. إذن هذا يسمى إيش؟ معامل تحويل. يسمى إيش؟ معامل تحويل. تاني نأخذ فكرة، مثلا عندنا المينت نفسها، المينت واحد مينت تساوي كم يا شباب؟ دقيقة فيها كم ثانية؟ 60 ثانية، صحيح؟ 60 سكند. إذا ممكن نقول إيش؟ ممكن نقول أن واحد مينت تقسيم 60 سكند يساوي واحد، يساوي إيش؟ واحد. إذا هذا معامل التحويل، هذا إيش؟ معامل تحويل. وبإمكانك تعمل العملية العكسية، بمعنى إنه تقول 60 ثانية على 1 مينت تعطينا الواحد الصحيح، ويكون هذا هو معامل إيش؟ معامل التحويل. إذا يتم اختيار معامل التحويل على حسب التحويل اللي أنا أبغاه، هل أحول من ساعة إلى ثانية أو من ثانية إلى ساعة. الشيء اللي أنا أبغى أشطب عليه هو إيش؟ اللي أبغى أشطب عليه هنا بيتم عن طريقه إيش؟ التحويل. بيقول لك دائما نختار معامل تحويل يجعل الوحدات يشطب بعضها البعض، يجعل الوحدات يشطب إيش؟ بعضها البعض، بحيث نحصل على الإجابة بالوحدة الصحيحة. فمثلا لو كان عندنا 1.34 كيلوغرام من الحديد، نبغى نحوله إلى جرام، نحوله إلى إيش؟ إلى جرام. هنسوي إيش يا شباب؟ نسوي إيش؟ نحن ذكرنا قبل قليل إنه الواحد كيلوغرام يساوي 1000 جرام، صحيح؟ طيب أبغى الحين، أنا أبغى إيش؟ أبغى الكيلوغرام يتحول إلى إيش؟ يتحول إلى جرام. إذا معناه أنا مش محتاج أشطب الكيلوغرام، محتاج أشطب إيش؟ الكيلوغرام. رياضيا يا شباب، عشان نشطب شيء لازم يكون مثلا إكس تقسيم واي، إكس تقسيم إيش؟ واي، ضرب ضرب، هذه علامة ضرب وليس إكس، ضرب 2 زد تقسيم إكس. حلو، الحين أنا أستطيع أشطب إكس مع إكس. ليش؟ لأن هذه في المقام وهذه في البسط، يعني في حالة الضرب إذا كان الأول في المقام والثاني في البسط أستطيع أشطبهم، ولكن إذا الاثنين في المقام ما أستطيع أشطبهم، وإذا الاثنين في البسط ما أستطيع إيش؟ أشطبهم. إذا عشان يتخلص هو ما بيقول لي نختار معامل تحويل يجعل الوحدات يشطب بعضها البعض. إذا أنا محتاج أشطب الكي جي، أشطب إيش؟ الكيلوغرام، لتكون الوحدة بدلالة إيش؟ الجرام. إذا لا يمكن، لا أستطيع أن أشطب الكي جي إلا إذا كان عندي كي جي موجودة في إيش؟ في المقام. إذا معناها أضع إيش؟ كي جي، أقول 1 كيلوغرام في المقام. ضب يقتضي إنه يكون فوق في إيش؟ 1000 جرام، صحيح؟ مش 1000 جرام على 1 كيلوغرام يساوي 1، معامل تحويل 1000 كيلوغرام على 1 كيلوغرام تساوي 1، والضرب في الواحد لا يؤثر، فبالتالي بننزل هذه الكمية اللي هي 1.34. لو ضربتها في 1 ما حتتغير، فأنا ما حأضرب في 1، إنما حأضرب في معامل التحويل اللي بيساوي إيش؟ اللي بيساوي 1، هي عبارة عن 1.34 كيلوغرام، صحيح؟ حقوم أضربها في إيش؟ أضربها في 1000 جرام مقسمة على 1 كيلوغرام، مقسمة على 1 إيش؟ كيلوغرام. فنلاحظ أن كيلوغرام في البسط يتشطب مع كيلوغرام في إيش؟ في المقام، فيكون معي الواحد في المقام، وهنا عبارة عن 1.34 ضرب 1000، هذه تعطينا 1.340 جرام. وكده أنت حولت إيش؟ حولت 1.34 كيلوغرام إلى جرام، وكانت تعادل 1340 جرام. 1340 جرام. هذا الموضوع يا شباب موجود عندك في الكتاب، هذه المسألة وهذا التعليل وهذا التفصيل بنفس الشكل هو اللي موجود عندك في الكتاب، أنا أخذته لك في إيش؟ في الباوربوينت. نذكركم يا شباب إنه دوما المرجع الأساسي بالنسبة لنا هو كتاب إيش؟ كتاب الطالب. وأحيانا بيكون التحويل عندي بياخد سلسلة من التحويلات، يعني ما يكون التحويل بصورة مباشرة إنما يأخذ سلسلة من التحويلات. نأخذ مثال، مثلا
يقول لك ايش؟ 34 كيلو جرام على الساعة. لاحظ 34 كيلو جرام على ايش؟ على الساعة. يبغى يحولها الى ايش؟ يبغى يحولها الى متر على الثاني. يبغى يحولها الى متر على ايش؟ الثاني. هذا الكلام بيعني انه انت محتاج تحول الكيلو متر الى ايش؟ الى متر. تحول الكيلو متر الى ايش؟ الى متر. كذلك تحول الساعة الى ثانية. كذلك تحول الساعة الى ايش؟ الى ثانية. بنلاحظ انه الكيلومتر بصورة مباشرة ممكن يتحول الى متر، مباشر ممكن يتحول الى متر، لكن الساعة فيها تدقيق شوية، لانه انا هحول من ساعة الى ثانية الى دقيقة، من ثم من دقيقة الى ايش؟ الى ثانية. طيب كده نشوف مع بعض، ناخذ معامل التحويل بيكون كيف. طيب انا ابغى احول الكيلومتر الى متر، معناها محتاج اشطب على ايش؟ اشطب على الكيلومتر. طيب اشطب على الكيلومتر، اذا الكيلومتر يكون في المقام. طيب العلاقه بين الكيلومتر والمتر ايش؟ بنقول انه الكيلومتر، هذا للتذكير، الكيلومتر يساوي 1000 متر. يساوي ايش؟ 1000 متر. اذا معامل التحويل واحد من اثنين، اما اقول 1 كيلومتر على 1000 على 1000 متر تساوي 1، يكون ده معامل تحويل. او اقول ايش؟ أو أقول 1000 كيلومتر، سوري، أو أقول 1000 متر، 1000 إيش؟ متر مقسمة على 1 كيلومتر تساوي إيش؟ تساوي الواحد، فيكون هذا معامل إيش؟ معامل التحويل. إذا أنا حختار إما هذا إما هذا. أبغى أشطب، هل أبغى أشطب المتر ولا أبغى أشطب الكيلومتر؟ أبغى أشطب الكيلومتر. إذا بالتالي حيكون معايا الكيلومتر اللي أبغى يكون في المقام. إذا هذا معامل التحويل المناسب، معامل التحويل المناسب. من ثم بعد ذاك نشوف الساعة بيكون معامل تحويل كيف. إذا حيكون معي عبارة عن 43 كيلومتر، هنضرب في إيش؟ نقسم لازم على الكيلومتر. ليش؟ عشان يتشطب مع الكيلومتر. طيب اذا معناها حيضرب فوق 1000 متر، 1000 متر، فاهم معي؟ 34 كيلومتر ضرب 1000 متر تقسيم كيلومتر، هذه يا شباب تساوي الواحد الصحيح، هذه تساوي الواحد ايش؟ الصحيح، فهي بالتالي معامل التحويل. تعال معي للساعه اللي موجوده فين؟ موجوده في المقام، ما هي على الساعه، على ايش؟ على الساعة. إذا طالما على الساعة معناه عندي ساعة في المقام، نحطها هنا، نقول على إيش؟ على الساعة. طيب أنا الحين محتاج أشطب على الساعة، محتاج أشطب على الساعة، إذا نضعها في إيش؟ في المقام، في البسط. أقول واحد أور، واحد ساعة. طيب نحولها إلى دقائق، تعطينا إيش؟ 60 منت، تعطينا إيش؟ 60 منت. بكده أنا ممكن أشطب الساعة مع الساعة، ولكن للآن أنا ما وصلت لموضوع الثانية، إذا محتاج أتخلص من المينت. إذا حيكون عندي معامل تحويل آخر عبارة عن 60 سكن تقسيم 1 مينت، تقسيم إيش؟ 1 مينت. كده أنا اتخلصت أعتقد من كل الأشياء. أول بالتبادل هاخد الكيلومتر شطبه مع الكيلومتر، والساعة هنا الإتش مع إيش؟ مع الإتش. سوري، هنا 60 مينت، 60 مينت لازم اخلص منها، حيكون معي ال 1 مينت، هنا حتكون معي 1 مينت، وهنا يكون معي 60 سكند، 60 ايش؟ سكند، حتى اني اتخلص من المينت مع ايش؟ مع ان مينت، فيكون معي الاشياء اللي باقي عندي ايش؟ 34 ضرب 1000 متر، ضرب 1000 متر تقسيم، هذه 60 في المقام وهذه 60 في المقام والاس في المقام، تقسيم 60 ضرب 60 سكند، ضرب 60 ايش؟ سكند. فبالتالي الناتج حيكون معاي لو جينا ضربنا هذه الاشياء تعطينا 12 متر على 12 تساوي 12 متر باي سكند. يعني لاحظ الوحدة النهائية اللي انا اتحصلت عليها ايش؟ متر على الثانية، وهو الشيء المطلوب. قال لي حول من كيلومتر ساعة إلى متر ثانية، إلى متر إيش؟ ثانية. هذه الناتج تتعامل معه بالآلة الحاسبة، يجيك الناتج عبارة عن إيش؟ 12. الناتج يكون معك إيش؟ 12.
طيب نشوف المسائل التدريبية، المسائل إيش التدريبية اللي موجودة عندنا في الكتاب المدرسي. المسألة الأولى بتقول إيش يا شباب؟ قال لك استخدم تحليل الوحدات للتحقق من المعادلة قبل إجراء عملية الضرب. قبل إجراء عملية إيش؟ الضرب. قال لك هنا كم ميجا هرتز في 750 كيلو هرتز؟ كم ميجا هرتز في 750 إيش؟ كيلو هرتز. يبقى يحول من إيش؟ ما الموجود عندنا إيش؟ الموجود عندنا كيلو هرتز. الموجود عندنا إيش؟ كيلو هرتز. طيب أبغى أحوله إلى إيش؟ أبغى أحوله إلى ميجا هرتز. نعم أحوله إلى إيش؟ ميجا هرتز. إذا أكتب إيش؟ 750 كيلو هرتز. كيلو إيش؟ كي اتش زد. نبغى نحوله إلى ميجا هرتز. نحوله إلى إيش؟ ميجا هرتز. معناه أنا حتخلص من الكيلو هرتز. معلوم يا شباب إنه الميجا هرتز ام اتش زد تساوي مع إيش؟ 1000 كيلو اتش زد. تمام؟ فبالتالي معامل التحويل حيكون معي إما ام اتش زد تقسيم 1000 كي اتش زد تساوي 1. تمام؟ هذا يكون معامل تحويل. أو إيش؟ أو أعكس إنه يكون معي 1000 كيلو هرتز مقسم على 1 ميجا إيش؟ ميجا اتش زد تساوي إيش؟ تساوي 1. يكون معي معامل التحويل. طيب الحين هل أنا أبغى أتخلص من الميجا هرتز ولا أتخلص من الكيلو هرتز؟ أبغى أتخلص من الكيلو هرتز. طيب الحين موجود فين؟ موجود في البص. إذا لابد نأخذ معامل تحويل بحيث يكون الكيلو هرتز موجود في المقام. يكون موجود في إيش؟ في المقام. يبقى معناها أضرب هنا يكون معي 1000 كي اتش زد. يكون عندي هنا عبارة عن 1 ام اتش زد. ام اتش زد. فأنت بتتخلص مع الكي اتش زد اللي هي الكيلو هرتز. مع الكيلو هرتز في البص بيكون ايش؟ اعطوك الواحد الصحيح، فيكون عبارة عن 750 على 1000 ميجا هرتز. 750 على 1000 او تقسيم 1000 ميجا ايش؟ هرتز. شوف تحولت هنا الى صيغة الام اتش زد، تحولت الى صيغة الميجا هرتز المطلوبة مننا. فهذه ممكن نحن ناخذها عبارة عن 0.75 ميجا هرتز. ميجا ايش؟ هرتز. طيب المطلوب منك من خلال فهمك حل انت المسائل 10 والمسائل ايش 11 والمسائل ايش 12. الى ان نلتقي في حصة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله.